فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أبي عنده أرض وقد استثمرها للزراعة، فخرج منها 50 كيسا من الزروع، ويقول أبي إن الربح لا يغطي التكاليف فليس عليه زكاة، هل قوله صحيح؟ لا، ما هو صحيح. إذا حصل على حبوب تبلغ النصاب من زرعه فعليه الزكاة، ولو كان انفق عليه، لكن عليه نصف العشر نظرا للنفقة، عليه نصف العشر، الله خفض له من أجل النفقة. نعم.